السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتك؟ وحمزة عبد الأمير. كم المحاضرات المفاعلات وصلنا تشابتر 2 الى كاينتيك اوف هوموجينيوس رياكشن. احنا سابقا تكلمنا بصورة عامة عن التفاعلات، واخر شيء حكينا عن الريت اكويجن، وشفنا علاقة الريت كونستانت مع التمبرتشر. هسه راح نجي نتكلم بما موجود بالليفيس بي واللي هو ما شئتنا. طبعا اللي راح ناخذه هو الريت اكويجن ناقص ار اي. فعلت إذا عندي تفاعل A زائد B يطلع عندنا R زائد S. الريت مالت المعامل الـ A مثلا ناقص R للـ A، الناقص هذه معناها disappearance of A اللي هو النقصان مالها، لأنه أثناء ما يصير التفاعل تراكيز الـ A والـ B راح تقل، والـ R والـ S هي اللي راح تزيد، فراح تكون أكيد هي ناقص واحد على الفوليوم. الفوليوم أنا راح يكون constant DNA على DT الـ number of mole of A واللي هي amount of disappearing، لأنه DNA يعني مقدار التغير بالconcentration، والوحدات كلها راح تكون هي مول على متر تكعيب في السكند. هذا اللي راح نتعامل وياه أكثر شيء إحنا. طبعاً وقف النقطة كلش مهمة لازم نذكرها. طبعاً إحنا نعرف إنه معدل تفاعل مات الـ A ومات الـ B ومعدل تكون الـ R والـ S كلها لها فد نسب محددة. فش أقول يعني معدل الريت مات الـ A مقسوم على عدد المولات مالته بالستوكيومتريك مال الرياكشن هو نفسه الريت مالت البي مقسوم على عدد المولات اللي موجود بالرياكشن مالته، واللي هو نفسه الريت مالت الار بس باشاره موجبه على عدد المولات مالته، ونفس الريت مال اس على عدد المولات مالته. فبالتالي كان اذا اثناء دراسه التفاعل احنا ما كنا ندرس كل، لا ندرس ريت الاي فقط انا اقدر اعرف الباقي، او ندرس معدل تكون الماده الناتجه وانا اقدر اعرف الماده، بس عادة احنا نتعامل مع المادة المتفاعلة مثل ما قلنا الريت نكتب المادة المتفاعلة، واسهل اي ادرسها بالنسبة للمادة المتفاعلة، فهي العلاقة جدا مهمة طبعا. زين، فهو هنا وضح شلون نكتبها بالنسبة للمادة اي وشلون نعبر عنها بالنسبة لباقي المواد. هسه نادي الرياكتر، هم اكو ثلاث انواع اساسية من الرياكتر، اكو الباتش فلوريا باتش رياكتر واللي هو اللي يصير تفاعل بفيد ستوك، ماكو فيد ستوك، ماكو انو اوت بي، وبلاج فلو رياكتر وميكس فلو رياكتر. هاي راح نتكلم عنها بشكل اعمق، اكو امور راح اطفرها افضل بعدين نجي نتكلم عليها. هسه خلينا نجي نحكي على الوحدات مالت الريت. احنا نعرف الريت هو مول على متر تكعيب في سكند، والريت هو مالت المعادله يعتمد على فانكشن اللي شيء مهمه واللي هي تمبرتشر ديبندنت تيرم، واللي هو الحد اللي يعتمد على الحراره واللي هو الكي. قلنا الريت كونستانت واللي هو ما يتغير بتغير التراكيز، فقط يتأثر بدرجة الحرارة. زين، فالحد الآخر اللي هو الكونستريشن ديبندنت تيرم واللي هو السي اي، الكونستريشن راح يكون أكيد مرفوع للقوة اي. لاحظوا هنا وحدات الكي لازم تكون بمول على متر تكعيب سكند اس ناقص واحد واحد ناقص اي واللي هو الاوردر مالت الرياكشن او الاوردر مالت الاي، مضروب في السي اي اللي هو راح يكون مول على متر تكعيب اس اي. زين، لما نضرب هاي الوحدات في هاي الوحدات راح نطلع عندنا بالنهايه وحدات المول. نقدر نستنتج انه احنا من خلال وحدات الكي او وحدات الكونستريشن او وحدات الريت، عفوا مو وحدات الكونستريشن، من خلال وحدات الكي او وحدات الريت نقدر نتعرف على الاوردر اوف رياكشن. مثلا لو كان فيرست اوردر رياكشن الاي هذه راح اصل هنا كميه واحد، فواحد ناقص واحد صفر هذا راح يروح في اس اس ناقص واحد. فاذا جاني بالسؤال الكي مالتي اس اس ناقص واحد بس هذه وحداتها، فمعناها عندي فيرست اوردر. اذا عندي مول اس ناقص واحد على متر تكعيب اس ناقص واحد معناها سكند اوردر، لانه واحد ناقص اثنين راح يصير، راح يصير الاس مال هذا كليته ناقص واحد. فهي معلومه كلش مهمه. مثل ما نعرف ان الكي يتبدل عنها بالارينيوس اكويجن واللي بتحوي على التيرم مال الاكتيفيشن انرجي. الالمنتري والنون الالمنتري رياكشن. الالمنتري رياكشن هو التفاعل اللي الريت مالته نفسه النمبر اوف مول ان ذا ستوكيومتريك اكويجن، يعني عدد المولات اللي موجوده بجانب الماده المتفاعله هو نفسه يمثل لي الاوردر مال التفاعل. اذا جاني بالسؤال وذكر لي الالمنتري رياكشن معناها عدد المولات هو نفس الاوردر بالنسبه للمول، واذا نون الالمنتري رياكشن او ما ذكرها معناها الاوردر مالته ما له اي علاقه بعدد المولات الموجوده. هذا اذا قلنا عليه الالمنتري رياكشن، معناها المعادله راح تصير ناقص ار اي يساوي لنا كي سي اي اس 1 لان عدد مولاته 1، سي بي اس 1 لان عدد مولاته 1. الارينيوس اكويجن تكلمنا عليها، معناها المعادله لاستخدامات كثيره والاشتقاق مالتها موجود، نانا لقيتها في موقع كيمست نايت ليسنز. الارينيوس اكويجن لاحظوا هذه كل اللي سوى شنو هو، انت في حاله عندك تغيير في درجه الحراره فراح يصير عندك طبعا 2 كي اكيد في 2 ارينيوس اكويجن. ايش قال؟ قال
الارينيوس اكويشن راح بالحاله الثانيه راح يقسمها على الارينيوس اكويشن بالحاله الاولى. طبعا البري اكسبونشال فاكتور راح يختصرها زين، منها راح يسوي شويه لعب بالرياضيات، راح يزل الاي على الار واحد والواحد على التي واحد زين، ثم راح بالنهايه يطبق الاي ويا الواحد على التي سوا، راح يطبق الاثنيناتين مثل ما نلاحظ. بعدين اخر شيء راح يضيف للطرفين حتى الايات تنشال، وراح تبقى المعادله بهذا الشكل بالنهايه، ويقدر يستخدمها في حاله تغيير درجه الحراره الكبرى زين. واكو معادله لخي ايضا مهمه هسه نشوفها بعدين. فناخذ هذا الاكزامبل، يقول milk is pasteurized if it's heated to 63 درجه سيلسيوس for 30 minutes. فالحليب ممكن نسوي له عمليه pasteurization بستره بدرجه حراره 63 درجه سيلسيوس لمده 30 دقيقه. اذا حميناه لل 74 درجه سيلسيوس راح يحتاج 15 ثانيه فقط. For the same result نفس الشيء، find the activation energy of this sterilization process. sterilization يعني عملية تعقيم، أكثر شيء هذا المصطلح تلقوه ويا أهل البايو والبكتيريا، sterilization تعقيم زين. فإحنا هسه إيش عندنا؟ إحنا عندنا معلومتين، تفاعل اللي هو sterilization هم يعتبر تفاعل هماتنا، تغيرت درجة الحرارة من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية، فإحنا نقدر نستفاد من هاي المعلومة نجي على هذا القانون مالتنا زين. احنا عندنا تغير درجة حرارة زين مع تايم زين. التايم منين راح اجيبه؟ هاي راح اصير عندي مشكلة، فايش راح اسوي؟ انا بالعادة اذا قسمت الريت مال المعادلة الاولى على الريت مال المعادلة الثانية لنفس التراكيز، التركيز راح يختصر زين، والتايم راح يصير بالمقلوب هنا، راح يصير لن ال R2 على ال R1 يساوي لن ال T1 على ال T2. هذا شو يساوي؟ هذا يساوي راح يساوي لن ال K2 على ال K1، واللي هو يساوي اي على ار واحد على تي 1 ناقص واحد على تي 2. يعني نفس هاي المعادله مالتنا، وانا يعني بضبط نفسها هذه، بس الريت اذا قسم ريت على ريت التراكيز راح تختصر، الكيات تبقى، بس الريت لو يفكه راح يصير دي ان اي على دي تي على واحد على بي، كلها حيختصر بس يبقى التايم نفس التركيز، انت نفس كميه الحليب اللي تسوي عمليه بسترايزيشن زين. فراح تطلع علاقه بين الريت والتايم والمتبقي مالتها، ال R 8.314 R2 على R1 ب 30 على 0.25، وال E راح تبقى مجهوله 1 على T1 ناقص T2 معلومات، راح تطلع عندك الاكتيفيشن انرجي